إلى هذا الخبر العاجل، حيث وجه أمير دولة قطر تميم بن حمد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده، معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين فريقي عمل البلدين في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة. على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أكد الأمير تميم أن هذا التكامل يؤكد الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين.